نشوف مع بعض حاجة حلوة وجميلة قوي، وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي القدرات الخاصة، ونسميهم زي ما بنسميهم الناس اللي بتدينا كده جرعة كبيرة جدا من التفاؤل والأمل، لما يكونوا بقى مش بس بيتحدوا أو عندهم قدر كبير من الإيمان والصبر للاحتياجات الخاصة اللي عندهم، لا ده كمان لما يكونوا هم مخترعون، هم مكتشفون، لما بينطلقوا كده في ابداعهم ويعملوا حاجات جميله جدا. زميلنا عبد الله منتصر التقى بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا الشاب بيتحدى الاعاقه ويخترع جهاز لكشف المفرقعات. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. بدا يعمل صوت اهو، دليل ان في نغمه. محمود بهلول، هندسة الميكاترونيات في صناعة 4 ميكاترون. احنا كنا في مسابقة البطولة العربية للروبوتات 11، كانت معمولة في شرم الشيخ. البطولة دي كانت على مستوى الدول العربية، كان مشارك معانا حوالي 12 دولة عربية. أنا كنت داخل في الفئة العمرية، أنا والتيم بتاعي، الفئة العمرية المناسبة لنا كانت أوبن كاتيجوري، كانت عبارة عن إن أنت تعمل روبوت يخدم الوطن العربي في مشكلة في الوطن العربي، تمام؟ فاتفقنا أنا والتيم بتاعي، إحنا كنا ثلاثة، أنا التيم ليدر ومعايا اتنين من قسم الهندسة الكهربائية. اتفقنا إن إحنا إن شاء الله نعمل روبوت كشف للألغام، بس كان الجديد في الروبوت بتاعنا اللي هو كان بعد ما بيعمل ديتكت ويحدد مكان اللغم، كان بينقب عن اللغم بعد كده باستخدام ضغط الهواء. الفكرة فيه اللي هو عبارة عن روبوت حوالي متر في متر، في ميتال ديتكتور، ده جهاز كده بيكشف الألغام الميتال، على اعتبار طبعا للألغام ميتال، تمام. الروبوت فيه انبوبه فيها هواء مضغوط، هواء مضغوط انبوبه ضغط، بديله امر اللي هو يفتح، بيكون متسلط على المكان اللي فيه اللغم بشكل معين، بيبدا الهواء بينزل بشكل معين، يشيل طبقات الرمل اللي موجوده عن اللغم طبقه طبقه من غير ما اللغم ينفجر. خدنا افضل ابتكار على مستوى الوطن العربي بالروبوت ده، وخدنا الكاس ده. الفكرة عندنا مش في الجوائز قد اللي احنا قدرنا نثبت نفسنا، قدرنا نثبت ان كفر الشيخ فيها ناس بتقدر تنافس وعلى مستوى الدراسة طبعا الأكاديمية غير كافية، لازم تهتم بسوق العمل، لازم تشوف المجالات الجديدة، وبالتحديد انا الروبوت في المستقبل هيخش في كل حاجة، ولازم تطور من نفسك، لازم تقرأ عن الجديد. الكلية بتقدم الدعم سواء المعنوي أو المادي لأي طالب عنده فكرة مشروع، بالإضافة أن الجامعة فيها مكتب لدعم المشاريع الطلابية برضو ممكن يقدم من خلاله. لو محتاج أي تخصص بنشوف مين الأساتذة الدكاترة الموجودين وبيتوفر له التخصص وهم معين معاه ومشارك معاه، بالإضافة أن في مشروع، في معرض بيتم كل سنة في الكلية لعرض كل ابتكارات الطلبة خاصة في مجال الروبوتات، والمشاريع المميزة بتصعد وبتدخل مسابقات. كان في أكثر من حالات كرمت من مجلس كلية، دعوا إلى مجلس كلية وأخذ شهادات تقدير وكان قدام مجلس كلية.